السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى اعمل لكم النهاردة كفتة بالبطاطس او خلطة بيضة بالصلصة كده بيقولوا عليها في الكرتون. بطاطس وخضار اللي هو بصل وفلفل وطماطم ولحمة مفرومة، اللي هي هتبقى كفتة ان شاء الله. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وشكلها تحفة والنتيجة روعة زي ما انتوا شايفين. ونقول بسم الله. هنعوز 1/2 كيلو لحمة مفرومة والبصلة والبهارات بتاعة الكفتة، انا بجيبها من عند العطار بتبقى جاهزة فيها كل حاجة، وبصل وبطاطس مقطعة شرايح وبصل وطماطم وفلفل رومي، ده الخضار اللي هيتحط في الصينية مع الكفتة. دلوقتي هنبتدي نعمل الكفتة وهنشيل بقى الخضار ده كده على جنب. نجيب طبق غويط ونبتدي نحط فيه بقى مكونات الكفتة: اللحمة المفرومة وعليها البصلة المبشورة، بصلة كبيرة كده حلوة مبشورة ومتصفي منها المية بتاعتها، ونحط معلقتين من البهارات دي، هي فيها كل حاجة، المعلقتين بتحطوا على 1/2 كيلو، ما بتحتاجيش تحطي اي حاجة تانية، هي فيها تحسي فيها كده بقدونس مجفف وخضار مجفف يعني، ولا هنحط ملح ولا فلفل اسود ولا اي حاجة. ممكن لو مش عندك البهارات دي هتحطي شوية ملح وفلفل اسود مع البصل واللحمة بس، وبقدونس مفروم ناعم يعني بقدونس اخضر. تمام كده فرمنا الكفتة، عجناها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بقى نعملها دواير. نبططها زي الطعمية كده بس نصغر الأحجام شوية علشان تبقى على قد البطاطساية وعلى قد الطماطماية، لأن هما المفروض هيبقوا ايه، تمام، هيبقوا جنب بعض فلازم يبقوا مقاس بعض، ما تبقاش حاجة أكبر من حاجة. نادي الكفتة عملناها كلها دواير زي البطاطس والخضار. نبتدي بقى نرص الرصة بتاعتنا. بصوا بقى انا حطيت اسلم حاجة اننا نحط البطاطس فوق منها اللحمة، فوق منها البصل، فوق منها الطماطم، ونعملهم ايه جنب بعض، نرصهم جنب بعض عشان يكونوا كلهم زي بعض في الترتيب، لان احنا لو هنحط واحدة واحدة في الصينية ورا بعض هتنسي حاجة او هتحطي حاجة قبل حاجة. لا كده هما مترتبين، ناخدهم زي ما هما مترتبين كده، تمام، بصل وكله كله فوق بعضه بالترتيب، هتلاقيهم كلهم اللي في الصينية دول معمولين بنفس الطريقة، البطاطس فوق منها اللحمة، فوق منها البصل، فوق منها الطماطم، فوق منها الفلفل. هناخد بقى كل واحدة مترتبة نحطها ورا التانية، فهمتوا قصدي؟ يعني كلهم هيبقوا بنفس الترتيب بس هنحطهم ورا بعض كده، تمام كده مفيش حاجة متكررة اتنين ولا في حاجة جاية قبل حاجة، كده هيطلعوا كلهم شبه بعض. نبتدي بقى نرصهم. ضغطيهم على بعض علشان ما يفكوش، احنا على قد ما نقدر عاملين المقاسات كلها قد بعضيها، بس هو يمكن الفلفل بقى اللي مش هنعرف نظبطه، البطاطس قد اللحمة قد البصل. ودهنا معلقتين سمنة كده في قعر الصينية، هي دي الدهون اللي هنحطها، مش هنحط اي مواد دهنية تانية ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، لانه اللحمة بتكون دسمة. يعني النتيجة بتاعت الكفتة بتكون روعة.
تمام. سويها بايديكي كده وظبطيها. هو الفلفل بس اللي عامل معانا مشكلة علشان مقاسه مش زي مقاس البطاطس واللحم. تمام، زي ما انت شايفة كده بقى شكلها جميل. نبتدي نرص دول بقى كده في النص عشان يمسكوا بعض. انا حاولت بصراحة اعملها الاول من غير ما يكونوا مترتبين كده، واحدة بواحدة بايدي كده واحطهم جنب بعض، لقيت الدنيا هتبوظ خالص، بنسى حاجة وبحط الحاجة مرتين. فلا كده كل رصة معروفة يعني مظبوطة، بس هما على قد الصينية بالظبط. تمام كده بقت الصينية جاهزة، هنحطها بقى على النار. شوف شكلها جميل ازاي. في بقى كام واحدة طماطم كده زيادة اللي هم اتبقوا من الخلطة اللي احنا عملناها دي، من الطماطم اللي كانت متقطعة، هضربها في الخلاط ونحط لها بقى الملح والفلفل الاسود اللي هنملح بيه بقى البطاطس. احنا الكفتة بس هي اللي متملحة، بس البطاطس والخضار مش متملح. هنحط شوية ملح وفلفل اسود في شوية الطماطم اللي هم اتبقوا ترانشات، ما تحطوش في الصينية عشان ما نرميش حاجة، ونسقي بيهم صينية الكفتة بالبطاطس. وادي شوية الفلفل برضو اللي اتبقوا، حطهم على الوش، مش هيأثروا يعني في الشكل قوي عشان ما نرميش حاجة بس. ونحط الطماطم، شوية طماطم يعني حوالي طماطميتين مثلا، هما اللي زادوا مثلا متقطعين، مش اكتر من كده زي ما انتم شايفين. ومنحطلهاش اي مية تانية، هي شوية الصلصة دول، وبنغطيها وبنسيبها على النار. ودي النتيجة التحفة الروعة، طعمها بقى مش عارفة اقول لكم طعمها عامل ازاي، جنان مستوية بقى والكفتة ما كشتش زي ما انتم شايفين، باينة، والبطاطس استوت كويس، طعمها روعة. من اتمنى تجربوها بالطريقة دي، هتعجبكم قوي وهتعجب ولادكم، ريحتها جنان. يا رب لو عجبكم الفيديو تدعموني بالاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.